حبيبتي، معكم يونس الفا. مرحبا بكم في فيديو جديد مع سام لو شيان روتوايلر اللي وريتكم ديجا الدريساج ديالو. دابا عنده 7 موت تبارك الله. هاد النهار غندير لكم فيديو خفيف ظريف على لاليمونطاسيون ديال لي شيو الكليبات الصغار. كاينين جوج انواع، اما تشري لي كروكيت وتهنى، ولكن شري لي كروكيت دو بون كاليتي، ما تشريش اي كروكيت اللي غيخرجوا على الكلب ديالك. دي كروكيت اللي راه معروفين لي مارك ديالهم بلا ما نقولهم. دوك لي كروكيت تيكون عندهم البورسونتاج ديال لي بروتيين لي ليبيد لي غلوسيد اي سون كومبليز، زعما مزيانين، ميم لي الكالسيوم تيكون ادابتي ولي مينيرو لي فيتامين ادابتي لو شيو ديالك. تبع هذيك لا دوز وراك مرتاح، ما تلقى حتى شي بروبليم. غير كاينين الناس اللي تياخذوا هذوك لي كروكيت و تيعطيو الكلب ان سور دوزاج. صافي دير كو، صافي دير اما كاينين دو بوين، اما تعطيه لا دوز ناقصه اما تعطيه لا دوز كثيره. دونك لا دوز ناقصه صافي دير ان تعطيه لاليمونطاسيون قليله، الديفلوبمون ديالو غيكون ناقص. لاليمونطاسيون كثيره حتى هي سي نيجاتيف. علاش؟ حيت لو شيو اللي تعطيه اكثر من جهده شنو غيطرى ليه؟ اول حاجه غتجي لا دياري، ما غاديش يبقى ياسيميلي مزيان هذيك الماكله ديالو. ثاني حاجه غيوقع له واحد السور دوزاج ديال الكالسيوم، والعظام ديالو غيعواجو، غيبان لك الكلب الا بدا تيعواجو ليه رجليه وديك الشيء. راه حتى هي سي ان بروبليم، توقع له ديسبلازي د لا هونش، تيبان لك ان علاش توقع له ان سور بوا، و تكون ديفلوبمون ديالو مزروب، فهمتي ديفلوبمون تي ديفلوبا دغيا، و اذا تيوقع عليه ديسبلازي د لا هونش. لي هونش ديالو ما تيتبعوش الديفلوبمون، تيبان لك تيعواج، تيبدا يعراج، تيبان لك تيبواطي وداك الشيء. دونك خرجتي على الكلب ديالك، تبع هذيك لا دوز اللي دايرين لك في الساشي وشري اون مارك دو بون كاليتي. صافي هادشي اللي كاين. ونعطيكم اون استيوس باش تعرفوا واش كروكيت مزيان ولا لا، هي ان الا كنتي تعطي الكليب ديالك لي كروكيت وكل مره غادي يمشي يدير لي بيزوان ديالو ديما كرشو عامره. شنو معنياتها؟ معنياتها بانه راه هادوك لي كروكيت عامرين غير خبز، دونك راه تخربيق، غتخرج على الكلب ديالك. على داكشي لي كروكيت اللي كانوا مزيانين تيبان لك تعطيه لا بورسيون ديالو، تيمشي لي بيزوان ديالو بعد المرات تيمشي يديرهم بحال مره في النهار، تيمشي يخرج لي بيزوان ديالو، و تيبان لك راه تياسيميلي كلشي الماكله ديالو والديفلوبمون ديالو. تلاك تبعتي الكوب دو بوا تتبان لك مزيان. اوكي دونك هذا سي لو بوان ديال لي كروكيت. لو دوزيام بوان سي هو شنو هو سام اش هو راسك تصايب الكليب ديالك الماكله ديالو، هادي حتى هي مزيانه. ولا كنتي تقدر دير لي كيليبراج ديال لاليمونطاسيون تقادلو لا بورسيون ديالو مزيان، مرحبا. اللي خاصك تعرف ان خاص 30% ديال لي بروتيين خاصو يكونوا في هذيك الماكله ديالو، وزيد عليها الا كان باقي الشيو خاصو شنو خاصو الكالسيوم باش العظام ديالو ديفلوبا، وحيت مازال تيعراض وتيطوال. دونك خاصك تكومبليتي له بالكالسيوم. كاين باش يدير الكالسيوم شنو تيعطي الكلب ديالو الكاركاس. الكاركاس عامره كالسيوم هي والقشور البيض، ولكن واحد لو بوان اللي تيخرج على الكلب شنو هما هو انك تتعطي تمشي تسلق له الدجاجه تتعطيها له بحال هكاك، تتعطيها له تيبقى مقاتل معاه مسكين، وما عنده حتى السنان باش يهضم باش يفرتك ديك العظام، تيبقى يضارب في الاخر شنو تيطرى ليه تقدر يسرط واحد العظم كي ترونشون، وهذاك العظم تيدوز ليه في المسيرنات ديالو، تقلب ليه المسيرنات ديالو، تيبان لك بلا تيسيل بالدم الكليب ديالك، مابقاش ياكل، تيوصل به للدرجه حتى تيموت. اغلبيه الكلاب تيموتوا بحال هكا. دونك شنو بغيت نقول لكم، كلب صغير راه ما عندوش سنان، راه يلاه حتى لسبع شهور عاد تيكمل السنان ديالو. دونك ماشي تعطيه الكركاس وتخرج عليه، لكن انت الله غالب ما عندكش كي دير، عندك الكركاس ورجلين الدجاجه هادشي اللي تقدر تعطيه، طحنهم ليه دخل وشري واحد الماكينه واحد الطحانه اللي تتكون باليد مانويل، طحن ليه هذوك العظيمات، ولكن ما تسلقهمش، حيت العظام لا تسلقوا صافي تيوليو الكلب ما تيقدرش يهضمهم. دونك لي زونزيم ما تيقدروش يهضموا هذوك العظام في ليستوما ديال الكلب، دونك تيبقى هذاك العظام مخشي ليه في ليستوما ديالو. على هذاك الشيء ما تسلقش ما والو، غير طحنهم ليه وعطيهم ليه. ايوا
كانت هذه الفيديو ديالي، ما بغيتش نطول عليكم، نتلاقاو في فيديو جديد.